احنا تايهين، لكن تستطيع في بعض الدهرية واحدة يرجعك من اول تاني. من فضلك راجع نفسك، ارجع تاني من النهاردة، وقف وقفة جادة. اين انا منك واين انت مني؟ انا فين؟ من فضلك اقعد النهاردة قعدة خاص، قول له بص يا رب انا مش هكمل كده، انا عايز ارجع تاني اقعد معاك. من فضلك قل له هب لي دموعا نقيا لكيما أبكي، لكيما تضع في قلبي مرة أخرى اشتياقات ليك، وارفع من قلبي روح حب الضعف. عندي زرعة زرعها إبليس، أنا بحب الضعف ده. انزع يا رب من قلبي إن أنا بقيت أحب الضعف ده، وضع في قلبي اشتياقات جديدة. يا رب من فضلك ضع في قلبي ربنا أنا أقوم بدري أقعد معك. حبب اديني أحب الصلاة وأحب أتكلم معك. لو عايز رأيي خد يوم وأقعد، يوم مش هقول لك يوم، خد 5-6 ساعات ما بين توبة واعتراف، ما بين تسبيح، ما بين قراية إنجيل، ما بين سجود. قل له يا رب عايز اختبر امر جديد. بقالنا سنين احنا تايهين، لكن تستطيع في بعض الدهرية واحدة يرجعك من اول تاني ويديك نشاط روحي غير عادي. قل له يا رب بارك تعهدات فمي وابدأ. وانتبه قوي 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 انك نفسك ان حياتك تثمر. مش ده الثمر المرجو، مش ده الثمر المرجو، مش ده الروح القدس مستظر مننا ان نثمر اكثر بكثير من كده. لكن فين الثمر؟ فين الثمر اللي طالع من سلوكي ده؟ طريقتي في الكلام زمان كان غير كده، طريقتي زمان كان فيها لطف، دلوقتي بقى فيها حدة. ليه بقى فيها زي كده يعني نشوفية؟ هقول لك ما بقاش فيها حب. ليه؟ ولا حاجة، ده شكل من أشكال عدم النمو. طول ما انت قاعد معاه تبقى عبارة عن مدهون بالزيت، تبقى حاجة كده طرية. كل ما تقعد معاه أكتر، كل ما يبقى كل حاجة فيك نعمة، قلبك ناعم مليان بالحب، صوتك، عينك، سلامك، بقيت مختلف. لكن لماذا تخطر في فكرك أفكار كتيرة؟ ولا حاجة، عشان أنا مش بقعد معك كفاية. أنا أدعوك إن كنت تريد إن حياتك ترجع في النمو، أقعد معايا، اقعد معاه كتير. حط في قلبك ترجع تاني تحضر 3 أداليس زي ما كنت بتحضر، زي ما كنت بتحضري، لانه دي فرصة للواحد للثبات والالتصاق بيه. ارجع تاني اقرا الانجيل كتير، افرز اوقات، ارجع تاني كن مدقق في كل كلمة، في كل نظرة، في كل لمسة، في كل تصرف. انتبه قوي، خلي بالك، صدقني مش مهم دلوقتي اللي حواليك، مهم انت، مهم انت، مهم انا. لانه في الاخر الناس قالوا له بره، قالوا له اليس باسمك تنبأنا واليس باسمك اخرجنا شياطين؟ قال له ما اعرفكمش. معقوله؟ معقوله؟ خلي بالك في ناس فارق معاها حياتها الروحيه، وفي ناس مش فارق معاها. ناس يقول لك عملت محبك هنا ليه يا عم؟ طيب يا عم خلاص، يعني انا فارق معايا الطريق الروحي بتاعي، فارق معايا مقدعي. احد الاباء الرهبان اتنيح، هو يقول لك كان يطلع في الدير فيلاقي مثلا واحد راهب قاعد في فسحة الدير، يقول له يا ابونا انت قاعد بتعمل هنا؟ خش مقدعك اشتغل، قاعد بره بتشم هوا، خش. اللي هو الحياة اللي بجدية، حياة بجدية،
حياتك مهمة، حياتك مهمة. قل يا رب النهاردة أنا نفسي أنمو، نفسي أنمو، نفسي أثمر. ليه زي ما أنا هو أنا من زمان، هو هو ضعفاتي هي هي ولسه، وبعدين مش هسيبك أنا وراك إلا أن تعطيني حرية وتعطيني ملء وتعطيني ثمر متكاثر. الدنيا خربت خربت خربت، مهم هرجع لك اقول لك عاوز معاك يا رب، من فضلك انشغل بيه. حد بيكلمني بقول له من فضلك انتبه بس صلي. قال لي يا ابونا كفايه بقى خلاص، خلي حل معايا الامر. وكأن الصلاه ليست حلا، ان هي كل الحل، المخدع هو كل حاجه. ادعوك ترجع تاني مخدعك، ادعوك تقف وقفه جاده مع نفسك، مش انت بس، روح ربنا بيدعوني وبدعوك وبدعوكي عشان حياتنا تنمو، عشان حياتنا تثمر، عشان يعلن لك اسراره، عشان يدخل بيك الى اعماق جديده. قل له رب كفايه سنين راحت بلا ثمر وبلا نمو، عوضني عن السنين اللي اكلها الجراد